أنغام هي اللي قتلت أختها غنوة وهتموت ابنها ياسين، والدليل موجود. الموسيقار خالد سليمان أخو المطربة أنغام فجر من كام ساعة بس مفاجأة من العيار التقيل، وطلع كتب بوست على حسابه الرسمي على الفيسبوك وقال فيه: أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، مجدى السبب في موت غنوة، وعندي الدليل القاطع، أسكت أقسم بالله العظيم وحق جلال الله، مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس في قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا دلوقتي ياسين بالبطء، ده انتوا عالم كفرة. وكمل كلامه وقال: لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت، غالب ومغلوب. طبعا كلنا عارفين ان والدة انغام اسمها مجيدة، بس تقريبا كده كانوا بيقولوا لها مجدة، ودي اللي خالد كان بيقصدها في البوست. بس تفتكروا ايه اللي حصل وصل خالد انه يطلع يقول كده قدام الناس كلها ويفكر الجمهور بالخلافات القديمة اللي كانت ما بينهم زي ما عمل قبل كده لما طلع مع اخته غنوة وقالوا انهم طلبوا منها مساعدة وانها ما بتسألش عليهم، وانهم عندهم حتى مشاكل مع محمد علي سليمان ابوهم، وان ابوهم رفض علاج اخوهم وعاوز يخرجهم من الشقة. الكلام ده قالوه في 2015 مع ريهام سعيد. طبعا لو رجعتوا للقاء ده هتفتكروا ان غنوة كان نفسها فرصة، اي فرصة تغني فيها ويبقى ليها جمهور، وكان نفسها تمثل ويبقى ليها مصدر دخل تربي بيه ابنها ياسين بعد طلاقها وانفصالها عن جوزها وتهربه من تحمل مسؤولية ومصاريف ابنه. غنوة محدش وقف جنبها ولا ساعدها، حتى والدها الموسيقار محمد علي سليمان ما عملش معاها ربع اللي عمله مع أنغام أختها الكبيرة. حتى أختها أنغام كانت دايما بتنكرها وبتتهرب ورفضت تساعدها كتير، وصلت لدرجة إنها بتدفع فلوس لشركات إنتاج عشان محدش فيهم يكتشف أختها ويخليها تغني، وصلت لدرجة إنها تهدد أكبر الملحنين والشعراء بعدم التعامل مع أختها نهائيا، وإلا هتقطع علاقتها بيهم ومش هتشتغل معهم تاني. وطلعت أنغام تهاجمها في البرامج كلها بكل قسوة وسخرية وتقليل منها، وإنها مستحيل تنجح وإنها بلا موهبة، وده طبعا حسب كلام أختها. بس تفتكروا كلام خالد فعلا حقيقي، وأنغام ووالدتها لهم يد في موت غنوة، وإيه اللي هم ناويين يعملوه مع ابنها ياسين؟ كلام خالد ده جاي بعد وقت قصير قوي من ظهور أنغام في برنامج اي بي توكس مع أنس بخش اللي أول مرة تتكلم فيها عن غنوة بالشكل ده، وقالت عن موت غنوة كانت أصعب لحظة في حياتي على الإطلاق، خبطة كبيرة وقاسية جدا، مع إن علاقتنا ما كانتش كويسة، لكن ما كنتش عايزة أصدق خالص لحد ما أنا غسلتها بإيدي وكنت عايزة أصحيها، كان موقف قاسي جدا، ما بحبش أدافع عن نفسي ولا أتكلم عن حد مش موجود، لكن كل اللي أقدر أقوله بمنتهى الأمانة وبيني وبين ربنا، عمري ما كنت سبب زعلها مني أو إن يبقى في ما بيننا مشاكل، دي كانت بنتي مش أختي، والفرق ما بيني وما بينها 16 سنة، هي عندها أسبابها الله يرحمها، ممكن لو عمرها طال شوية كانت الأمور تتغير وتعذرني، لكن ما لقيتش حد حنن قلبها، هم قسوا قلبها. كلام خالد قلب السوشيال ميديا كلها حرفيا، والكل مستني الدليل اللي هو بيتكلم عنه عشان يعرفوا الحقيقة. بس تفتكروا هو معاه الدليل فعلا ولا دي حركة منه عشان الترند؟ شكل الأيام الجاية هتكشف لنا مفاجآت كتير.